انا عن نفسي، لان انا اساسا بتفرج على الماتش وفجاه انت قلبت الدنيا، قلبت الترابيزه في وشنا كلنا، حتى الاهلاوي والزملكاوي والاسماعيلاوي، خليت كل الناس عماله تعيط بجد والله العظيم، دي حقيقه. يعني انا كنت بتفرج على الماتش وانا ما طب انا اعيط ليه؟ لقيت نفسي بعيط من اللي انت عملته. لا كان في ايامها بقى فلوس، ولا كان في ايامها قنوات واعلام، ولا كان في ايامها بقى يقولوا اصل مش عارف عمل ايه. يعني ما كانش في حاجه في دماغك عشان رد فعل غير ان انت فعلا بتعشق النادي ده، وان انت فعلا ازاي انا اجيب جول في النادي الاهلي، وازاي انا عملت كده، مع انه ما كانش مش بمزاجك زي ما انت بتقول. لا خالص، ما هو ردة الفعل دي اللي انا الحاجه اللي ما كنتش عايزها. يعني تخيل انت كل الاجواء المحيطه بيك قبل المباراه، ليله المباراه بالليل، كله بيقول لك نفسنا اجيب جول في النادي الاهلي، نفسنا اجيب جول في النادي الاهلي. انا بالنسبه لي ايه ده؟ آه لا، بعيد بعيد الموضوع، مش عايز الموضوع، مش عايز الموضوع ده خالص، مش عايزه يعني حتى مجرد التفكير فيه. ان هو لا، ده نفسي اجيب جول وابقى مبسوط، وابقى انتوا ازاي تمشوني بعد العمر ده؟ الموضوع ده مش في دماغي خالص. انا كل اللي انا في دماغي ان انا هنزل اقدم مباراه مع ناس بحبها، بس مش اكتر من كده. انما احراز اهداف والكلام الفارغ اللي حصل ده لا، مش في دماغي خالص الموضوع، مش في دماغي خالص. بس المشكله انه حصل. بقول لك اليوم كله غريب يا ميدو، بقول لك انا بغير والبس في اوضه النادي الاهلي، في اوضه النادي الاهلي. انا ما دخلتش اوضه الاولمبي غير واحنا نازلين الملعب، غير كده من الاتوبيس على اوضه النادي بمنتهى الصراحه. وطبعا الناس سايبيني براحتي جدا في الاولمبي. ولما دخلت اوضه النادي الاهلي كان كابتن صلاح حسني مدير الكوره، كابتن انور سلامه، وحسام بقى، وابراهيم، وعادل، وعمرو، وعلاء عبد الصادق. وعلاء عبد الصادق حتى كمان حصلت معاه موقف غريب في الملعب، داخل في كوره مشتركه جامده معاه، علاء اتشتم جمهور الاهلي. بصراحه جون حلو، هو حلو قوي، جون حلو قوي، صعب جدا لان الكوره متشاطه، بص مش ملعوبه بالعرض، حلو قوي يعني. لا جول حلو ومش متوقع وصعبه جدا. لكن هو بقى رد الفعل اللي حصل بعد الجول اللي انا مش عايزه، او اللي انا بفكر فيه مش حاجه سلبيه، بلاش خالص. بس بعدها بقى يعني عارف يا ميدو، وقت ما بجيب الجول ده والكوره راحت في الشبكه، انا خدت قرار وقتها ان الموضوع انتهى بالنسبه لي ككوره خلاص. لسه هسالك برضو يعني حاجه، أقول يعني حاجه كمان، انتوا لابسين احمر كمان انت في اليوم ده لابسين احمر، وجمهور الاهلي مش عايز اقول لك انا استقبلني ازاي في اليوم ده. اكيد انت بتتكلم في ايه يا كابتن؟ ما عرفتش، لا انا ما عرفتش اسخن يا ميدو، انا ما عرفتش اسخن اكيد. يعني رحت طبعا احمد كاس بيهديني شويه عشان اللي انا كنت فيه. وانت طلعت؟ انا طلعت بره، ويا كابتن بوري قال لي طب اقف في الملعب دقيقتين وهخرجك تاني. كان خلاص الشوط بيخلص يعني. خلصنا الشوط ونزلت تحت خلاص. طب وقلت له لا، الموضوع بالنسبه لي خلاص، مش بالنسبه لي في المباراه، بالنسبه لي ككوره خلاص انتهى تماما، وانتهى فانيلا حمراء، وده ده نوعا ما اللي كان عارف انت سنه مريحني شويه، ان انا انتهيت وانا لابس تيشيرت احمر تيشيرت نادي الاهلي. غير كده ما بحبش افتكر المباراه دي خالص. ما كانش في دماغك اي مستقبل ما خالص. فكرتش في يعني الله هو اعلم، ممكن بقى لو انا ما حرصتش الهدف ده كنت ممكن اكمل مع النادي الاولمبي الموسم الاخر، وكنا بادئين موسم ممتاز. عايز اقول لك كان في الدوري وفي الكاس وكده، وكانت بنعمل عروض حلوه قوي، كان مجموعه لعيبه ممتازه، وكان كابتن بوري الله يرحمه، وهيثم ومحمد ابراهيم والناس كلها يعني لعيبه كويسه قوي، وكان معانا مدرب جميل قوي اسمه البوري الله يرحمه. حاجه ممتعه يعني. طبعا طبعا، فهي اجواء كلها كانت حلوه الا اللحظه اللي انت بتعيدها دي. انا عايز اطلع منك يعني، عايز الناس تعرف الكابتن علاء ميهوب يومه بيبقى عامل ازاي لما بيعرف ان هو مش في النادي النهارده. يعني انا ايوه يا كابتن علاء معلش، انت يعني الفتره اللي جايه مش هتبقى معانا فيها، من ساعه تطلع من النادي لغايه لما اليوم بيخلص بيك. لا هو بيخلص بحاجه سيئه يعني، يوم